الحقيقة أخي محمد، هناك نقطة مهمة أود أن أشير لها. خلال البارحة واليوم كانت هناك انتخابات في البلديات في مناطق دير الزور أو في أرياف دير الزور. هذه الانتخابات قامت بتنظيمها قسد، رغم أنها قامت بتأجيلها أكثر من مرة، ورغم التحذيرات الأمريكية لها، ورغم التهديدات التركية إذا قامت تلك الميليشيا بالانتخابات. هذه الانتخابات قامت بشكل سري خلال البارحة واليوم وانتهت. ولكن إذا أردنا أن نعرف ما هي قسد، إن قسد هي نفس مشروع النظام، ولا أدل على ذلك من أن مركز أو شبكة الخابور الإعلامية اليوم أوردت على صفحاتها مقطع لمحمد الدخيل، وهو مسؤول المكتب التنظيم أو مسؤول المجلس التنفيذي في دير الزور تابع لهذه الميليشيا، يوجه الناخبين والبلديات والعمال نفس ما كان يوجه به النظام حيال أي انتخابات. إذن هذه الميليشيا بالأساس هي من صنع النظام. أنا عام 2012 عندما تم تحرير مدينة رأس العين للمرة الأولى من قبل الفصائل الثورية وعلى رأسها المجلس العسكري الثوري في محافظة الحسكر، كنت أنا أحد قياديي المجلس، كنا نقاتل تلك الميليشيا بعد أن ثبت لدينا بالدليل القاطع أنها قامت بتهريب بعض الضباط عندما حررنا رأس العين، وذهبت بهم قامت بترفيقهم إلى محافظة إلى مدينة الحسكة. بعدها اندلعت اشتباكات بيننا وبينهم، كان النظام يدعمهم بالسلاح وبالعتاد وبالذخائر وحتى برمايات المدفعية. ولا أدل على أن هذه الميليشيا مرتبطة بإيران ومرتبطة بنظام الأسد ارتباط وثيق من أن عبد الله أوجلان كان موجودا في سوريا. إذن لنقل بأن الآن هذه الميليشيا أصبحت شبه مقتنعة بأن الأمريكان سوف يتخلون عنها، لأن الأمريكان بالأساس لم يعطوها وعود وردية لا من أجل تحقيق إقليم ولا إدارة ذاتية ولا أي شيء. كل ما هنالك أن الأمريكان وجدوا شريكا ما في ما يسمى قتال إرهاب داعش، نعم، ولجأوا إلى هذه الفصائل التي كانت تنضوي تحت النظام ويدعمها النظام، ثم الآن انتقلت إلى الحضن الأمريكي. لكن ترامب بالذات تحدث في أكثر من موقع منذ رئاسته الأولى، ولا أعلم إن كان سيتحدث بفترته الثانية أم لا، بأن الأكراد أخذوا مقابل وقوفهم معنا، وأنهم تنظيم لا يقل سوءا عن تنظيم داعش. ولا أعتقد بأن دولة الولايات المتحدة الأمريكية ستضحي بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدولة التركية، لا ننسى أنهما في حلف الناتو سوية، العلاقة المميزة بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضحي بتلك العلاقات من أجل تنظيم إرهابي يتبع لتنظيم إرهابي على المستوى العالمي، تنظيم حزب البيكيكي. والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يعني هي من باب المناكفة مع تركيا، عندما قال ندعم الدروز وندعم الأكراد. هو يعلم بأن الدولة التركية لديها عدو استراتيجي منذ عقود، وهو عدو وهو تنظيم بيكيكي الإرهابي، تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي. نعم. هو يعني يلاحظ أن التصريحات المتوالية للرئيس أردوغان التي تدعم الفلسطينيين وتهاجم الإسرائيليين، إذن أنا أجزم بأن تلك التصريحات هي من باب المناكفة للأتراك من قبل الإسرائيليين. نعم. أما المعركة أنا أجزم بأنها قادمة ولا ينقصها إلا الضوء الأخضر الأمريكي بعد أن يؤدي ترامب القسم، خاصة خاصة أن روسيا الآن تعارض تلك العملية، وهذا دليل على أن هناك تفاهمات يعني مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الأتراك للقيام بعمليات أولا ضد تنظيم قسد الإرهابي، وقد تكون هناك عمليات لملء انسحاب الميليشيات الإيرانية من جبهات إدلب. كل ذلك تم التفاهم عليه بين الدولتين الولايات المتحدة وتركيا بمعزل عن روسيا، وهذا ما دفع المسؤول الروسي لأن يصرح تصريحات كانت واضحة جدا بأن روسيا ضد أي عملية يقوم بها الجيش الوطني أو غرفة عمليات الفتح المبين، سواء ضد قسد أو حتى ضد نظام الأسد.